هلا والله، كيف حالكم؟ حنا الحين في حدث، او خلينا نقول حدث، ايوه يعني ايفنت صغير بس صراحة حاجة رهيبة، في مكان ما في الدمام، في عمارة ما. الفكرة ان صار رحنا تقريبا شقة مجموعة هاكرز ومحطين اجهزة وحاطين طبعا مو هاكرز فعليا، بس انه مسوين جو انه كنهم هاكرز، الجو ناس يعني جو اللعبة، وحطت لك اجهزة وانوار خضر زي ما تشوفون، بوريكم يا صور وزي كذا. بس الفكرة وكل مكان في معلقين جدران، وشو لا كيف كل مكان في جدران، كل مكان في صور بوسترات حقت اللعبة ديتسك، يعني حق الجروب اللعبة. طبعا اول شيء اقول لكم اياه، انا الحين قاعد العب اللعبه واش تكس تول، تعرفونها طبعا وجربتها في عندنا في القناه، لكن الفرق ايش الحين؟ قاعد العبها على جهاز البي سي بكرت الشاشه جي تي اكس 1080 ودقه 4K، يعني احسن دقه تقدرون تخيلونها في اللعبه. وطبعا زي ما تشوفون اللعبه ماشيه بسلاسه وجدا شيء رهيب على كرت شاشه 1080. وحاجه ثانيه، عشان تلعبون اللعبه الحين بتنزل هي، وخلنا نقول لكم نزلت لما نطلع يطلع الفيديو، بس فكرة انه راح ينزل تحديث، او يمكن نزل تحديث اللي هو خاص بلعبة واتش دوكس 2، هذا نزلوا من انفيديا، يعني من جي فورس اكسبيرينس اللي عندكم نزلوا، وراح تشغل اللعبة بشكل رهيب. وحاجة ثانية بعد، راح ينزل او يمكن نزل الحين على ما الفيديو طلع، ما اعرف متى الفيديو يطلع عشان كذا اقول لكم، راح ينزل باقة او خلينا نقول باتش في تكتشرز اللي هي الرسومة حقت اللعبة، الكاركترز نفسهم الرسوم حقهم راح يكون دقة 4K، فهذا نزلوه بعد، يا أن تنزلونه من سوق يو بلاي حق يوبي سوفت، أو إذا شريت اللعبة من ستيم تقدرون تنزلون هذا التكتشر باك من ستيم موجود هناك بعد. أما الحين خلونا نبدأ. طبعا أول شيء أقول لكم عنه أنه 4K، طبعا أقول لك 4K أعرف أن الدقة مرة عالية ولازم يكون عندك تلفزيون 4K عشان تقدر تشوف اللي أقدر أشوفه أنا قدامي، ما راح تشوف دقة 4K اللي أنا أتكلم عنها. طيب انا قاعد اتكلم كلمه 4K كثير لاني صراحه من دش من اللي اشوفه. اوكي، احسن شيء نجربه في لعبه 4K الانفجار، نبي نسوي انفجار. فخلنا نحط الحين القنابل اللي عندنا وينها؟ هذا هاي. اوكي، فنبي نلغم سيارات، هذه واحده، اوه هذه خليها جنب بعض، بعد نلغم هذه بعد. اوكي، وبعدين نلغم وين بعد؟ نبي شيء كذا جنب بعض عشان يصير كذا. فهنا اوكي، ما ادري ايش حطيته بالارض بالغلط، مو مشكله. وش ذا القطو؟ عيب عليك يا قطو، وش القطو هذه؟ الظاهر هذا هاكر هكرني في اللعبه، ما ادري، ما عشان ما احرق على نفسي اللعبه ولا عليكم، لان ناوي العبها صراحه بعدين. المهم، خلنا نسوي الانفجار، نشوف كيف الانفجار في دقه 4K. يلا. وات؟ لا مت. اوكي، الانفجار كان قوي بزياده، الانفجار كان قوي بزياده لدرجه انه موتني، بس شفتوا كيف الانفجار كان؟ ربي، لم تزبط معنا مره ثانيه. وانا قطاني مكان بعيد، قال يا حبيبي لا تجي فينا العيد، جد فينا العيد. المهم، طيب زي ما شفت الانفجار كان شيء رهيب، صح ذيك اللحظه، بس يعني مو مشكله. ما ادري اسوي لكم مره ثانيه ولا اتكلم، خل اتكلم عن حاجه ثانيه في تقنيه انفيديا الجديده. ايش اللي كل واحد يصدمني انا؟ وش ذا؟ خلينا نتكلم عن تقنيات الجي تي اكس الموجوده، في عندك تقنيه الاتش بي اي او بلس. هذه التقنيه خاصه للظلال، طبعا هي اسمها اتش بي اي او بلس، مو انا قاعد اجيب احرف من عندي، وهذه تقنيه معروفه اصلا، يعني موجوده في العاب كثيره والحين موجوده في واتش دوجز 2. زي ما تشوفون الظلال شيء مهم جدا في الالعاب، يعني هذه الشجره مثلا زي ما تشوفون، اوه وقف المطر، نايس. هذه الشجره زي ما تشوفون الظل عليها يتحرك بحركه طبيعيه مثل الشجره اللي فوقها، يعني في احيانا بعض الالعاب خلينا نقول او يعني كروت الشاشه يكون الظل ما يعطيك الواقعيه اللي تشوفونها الحين، فالشجره تتحرك الظل يتحرك نفس حركه الشجره، ما تحسون انه في شيء، تحس في انسيابيه جدا في الموضوع. فهذه التقنيه اسمها اتش بي اي او بلس وموجوده فيه، فتعطيك ظل طبيعي ناتشرال شادوينج. وحاجه ثانيه وهي حاجه جديده برضو اسمها تي اكس اي اي 3.0، وهذه فكرتها انها تخلي الحواف في الاجسام الثلاثيه الابعاد ما فيها ال ايش الكلمه؟ ما في، انا اعرف كلمه بالانجليزي اللي هي البلر اتوقع اسمها، يا ربي ايش اسم الكلمه هذه؟ يخوني التعبير احيانا ما اترجم من عربي انجليزي. اوكي،
ما يكون فيها الضباب. ايوه الضباب البلر تقريبا يعني الضبابيه. فزي ما تكون يعني لو قرب كثير على السياره هذه زي ما تشوفون، خلوا لكم بشكل اوضح بالضارب هذه. ايوه فغير الكاميرا، يا سلام كذا. زي ما تشوفون لما اقرب كثير على الاجسام ما فيها الضبابيه، فواضح الكفر مره. حتشوفوا واضح كل شيء فيه. طبعا دخلت فيه انا، بس انه واضح فيه كل شيء، ما تحس انه في ضبابيه او شيء. وعندكم برضو الارض تجيك احيانا تشققات في الشارع زي هنا، شوفوا ما في ضبابيه في الموضوع. هذا الحديد هنا واضح ما في اي ضبابيه. ويبين اكثر في الاجسام الثلاثيه الثياب زي هنا مثلا، شوف طب السياره مثلا هنا واضح جدا ما في ضبابيه. هذه تقنيات TXAA 3.0. بتقول لي طب هذا شو يسوي فيه؟ هذا راح ياثر فيك وانت تلعب في الاشياء، يعني مثلا تكون تلعب في مرحله يكون فيها جو غير كذا، يكون الشمس اكثر وضوحا تبين اكثر. طبعا انا ما راح اتكلم عن اللعبه كلعبه، لان الفكره اني انا اوريدي رحت باريس ولعبت اللعبه وحطيت فيديوهات عندنا في يوتيوب ترو جيمنج، فيديو عن طور اللاعب الفردي وفيديو عن طور اللاعب الجماعي والتعاوني. فما راح اتكلم كثير عن اللعبه صراحه، بس اللي اقدر اقول لكم اياه الحين بقول لكم ان العب على 4K حاجه رهيبه، وعلى جي تي اكس 1080 راح تاخذ احسن تجربه لها. واعيد واكرر واقول لكم ان لا تنسون تحملون التحديث الجديد اللي خاص في لعبه واتش دوكس 2 من انفيديا. اذا ما كنت غلطان تحديث اسمه جيم ريدي درايفر 376.09، هذا رقمه. طبعا انت بس رحت جي فوركس اكسبيرينس حقك، حط تحديث ويحدث لك الاجدد شيء، هو حاله بيحدث لك اياه. ولا تنسون بعد تنزلون ال 4K تكستشر باك من يو بلاي اذا شريتها من يو بلاي، او من ستيم اذا شريتها من ستيم. خلونا نلعب لعبه يعني مش سريع، مهمه سريعه. خلينا نشوف هنا مثلا، اتوقع هذه سريعه تعتبر. اروح اسوي هاكر حق واحد في عمارته، مو مشكله. الحين طريق طلع لي، احتاج سياره، انا اخذ سياره كنا نستعرضها. ولا ناخذ هذه السبور، اوه هذه جيده، ابي سياره، واخذ. ما بجي لك كلام على الشرطه. يا سلام، ايش الاغنيه هذه؟ مكسيكانو! اوه والله سريعه ذي السياره. اوكي تحكم مو سهل صراحه السياره هذه، مو مشكله. فالحين نروح المكان. اوكي من هنا نرقى. رقينا فوق. اوكي الحين نهكر هذا اتوقع. هذه المهمة بسيطة سهلة. الحين قاعد اهكر اتوقع ولا ايش قاعد اسوي انا؟ اوه الحين ادخل المهمة يمكن. Okay. Ladies and gentlemen, pervert Cole. Fucking menace. Let's wreck his world. Last time, I got a never-ending supply. Okay, so. Ooh, خل خل هذا. I need something new for the weekend. Prices are going up, Chris. This is exclusive material I'm providing. One customer, one kid. I don't know, man. You're not the only dealer in town anymore. This is primo. Oh, hold on, Chris. What is it? Something's coming that you're really gonna like, Chris. What the fuck are you doing, Chris? I didn't do anything. خلاص عجب. Well, can you hear me? Fuck me! Chris, are you still there? أحسن. Labor piece of shit. سهل. Six, eight, 11. خلا مسح الداتا حقته. Everyone wants preschoolers. What the fuck is going on in here? متعة. وبيروح وتره وتره. ايش عندك هنا؟ اشوف وش هذا؟ اوه ما في فيروس حط لك. رهيبة. Who's doing that? بو. Fuck spies on somebody. احسن تستاهل. لا 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 رايح خلاص قبلت فيه. انتهت المهمة؟ اوكي شكلها انتهت المهمة.
Hola. Did you get all that? Yep. Jesus Christ. لا لسه. I wish I could reach through the camera and strangle that guy. هلا خلاص المهمة. This footage is already circulating. Society will do the strangling soon enough. والله نايس. طيب هذا كله اوريكم اياه الحين زي ما قلت لكم. خلاص خلص الكلام. بعد ما فضيلك. المهم هذا كله اقدر اوريكم اياه الحين زي ما وريتكم اياه كيف التقنيه. اسكتوا خلنا نتكلم. اسكتوا انتوا يا. اوكي. اوكي هذا كان كل شيء اقدر اوريكم اياه الحين. اللعبه واتش دوكس تون زادت على البي سي وعلى كل الاجهزه. انصحك تشترون على البي سي عشان اذا عندك كرتات جي تي اكس 1080 راح تستفيد منها اكثر، خاصه اذا عندك تلفزيون 4K. فهذا الفيديو ان شاء الله برفعه بتقنيه 4K زي ما قلت لكم ودقه 4K، يعني لازم يكون عندك 4K عشان تستمتع بالفيديو اللي انا برفع لك اياه هذا. كما معكم هذا الشيحه من قناه ترو جيمنج، اشوفكم مره ثانيه في فيديو ثاني، مع السلامه. اذا عجبكم الفيديو هذا اشتركوا في القناه واعطونا لايك وادعمونا على اساس تصيرون رهيبين. مع السلامه.